Kap his bin up his bee. Nay his bee his bee. Dil dil kana tari. Nay nish to abi. Erisat. Erisat. Jim to wood so ad. ندال ما قدست مصلحة لبدلا تنازين بالي لبز حو سوار منا نوصوم لك او دم بريق اللي قبولت نفع بمور بسر هلالهم اللي هي ثورة ولادك بالليلة بهل إلا كلمة الله حزن وتعيس لك شرحني تقبي ثورتنا سببت خسارة أرحات مسمسة اقلتك بقى سببت حزاتهم اللي عرروت وأدقار موز ثورته تتكي لما رشمتكم سلبتحان لما أري قابا من دي ترفو اللي من قبوي لشاكفة أسلوب وكل لبوم لتكبوتو كم سلال أفنوهم أنفار عند لتعاونو وديب فانا نفسهم لتفرروهم فانا ترس فانا اتلت تلال اتوقت بزحام أبري مواطنين حقو لفنو موتنا إلهم فانيام للو مواطنين أسباب إن تتخلق أعلان التلالو يستورة إقل لتأكد للبل مسمسة قرب اللي من قبل إلى شخص تفكير ثورة إقل التلالة قبت من قبي ولا دم يتبلي بإت خيار ألبا لتبهل اللي سب أبلي هي لثورة سلفك الأهداف مقدس إندي تستبديما كم مسمسة قرب ثورة النت بالعلاد اتعمليات ناهرار اوروت اساسيا الى توفن توي طبعي ترين لتبقصتو الاهداف مقدس عند ازمة منو اقل اهداف رحا ونفسا لا قدرت هويت كمبات قرب من هالليوتا للعب اهداف اقلو اقل تخدم بقصت انت اللي هدف اللي كل رؤسو عند ازمة منو هل يوتا قلت أكد لا توديو خدمة لا توقلا ونعدم قوبة هدفنا إلى ندال قبي حتى دول ثورات اتكلي لتفناتا يا هيئاتكم سلتكفلت رحا منا قلت خدمو لتبقصت أهداف مقدس اندي فانتيت قلت رأي دول تنبت وانا رحا فنتي تهويتكم سلبا حقولت أورات لو رو تقول هاللويوتا سبب لقب هدف اتهويتا دول تحافظ ليتاتون حقو إلا قدم أدماي ولاد مين آدم كون وحيد من ملوحيز إيه لترأياني اللي مواديت اللي هي أسك العمل لأجالة مما تتلا اليوم هدفان اترأسلا سلف قلد اند اتيت لتبقصت له أهداف مقدس زيادة اقل لترئي وهل يوتا اقل تأكد ليه تاتون هل يو الثورات اقل تأكد للبل مفهوم اتكل اند سابقا اتلتوقلت رشمتوكم سلبتحان وطن تامت ثورات اقل تخدم تجبر اتلوقت اللي هي ثورات حتى نعيم بزلام بمرحلة كل ست اللي تبهلتون اللي هي سلف ثورة تبقست الليت هدف وطن اقل تخدمتو حرى لكن وطن ثورة اقل تخدم تتحري هدف مقدس ودي بس ثورة لتحابرو سب مساله كلهم مثل الحبر افسنية تقولن برو يقدرون اقل مي ثورة اقل اهداف مقدس حقوة تتأسس سب مسالح هويتهم إتا عند حافظو إقل مصلحتهم خدموهم ثورة إريترياما إلو كله تلقلت شرحة أقبو يبو حال فتام إلا زي إريتريا كريت التلليت مرحلة حساسية قران دا أقبلنا من إندريام من حتى حقيقة لتبقصت كمتا إقل نفهم نقدر هتا هي
شعبيات امرأة قلت اترايم سد الحلفة مقهف ارئيت اللي هي هل يوتا سبب من ما يعلالو لا تدفع ولا تدفع من نفس كدافعوت للبل ات مبدأ ده ما لا تأسساتهم دي بدنجو با اقلت بطهل على تقولو هدف تحرير انسان وارد اريتريا من قبي حقو حريات صورت مثل كل إيجابياتها وسلبياتها قلت أختم على تلام اللي هي شعبية دي حقات مثل مجتمع أريتريا قلت حابر على تلام هلتهم بدل اللي كل حلول اللي هو الشعبية قلت تتعقب وتتحفز ناي دنقو بهدف إلا اللي ناتت اللي هي سياسات التا اجنب تحك أدرنام أم أمان ما شعبيات لا تدفع ولا تدفع هالليوتا قلت أفقد حريت هالليوتا هي ابعوا الحرية اللي تأكد شعبيتها هي هويتها قلت تأكد بحرية وطن قلت التلاه حريت اللي هويتك دي بقى قلت حافظ قبلها لجهد اتلات وقال رشمته بقى تحلام يوم شعبيت هالليوتا قلت تأكد اتقرقرت ان انت امام تتساقم الليل الدنقوبة قلت عن تحركم سلتو للأشكك يكون تطور شعبية الشبه مؤسسات ديانات لتبدل مثل اللي هي امرا التلقيت حتى دا وقت قلت اترايم سبت قدرة مدى قابل شرحتهم كما ديانات إجل آلاف سنين إجل التلالية وتيليت إجل ركابة لك أدرايا بسبب مؤمنين حكموت لليت حياة إبا سبت لأمنوتهم حكموت لليت حياة إجل سبت لتخدم ديانات إجل آلاف سنين للتبعون مؤمنين ركبيام منظمة سياسات لكن أسيك يوم القيامة للي بالقدرة وأهداف سبت لبن سبختي كل يوم الشعبيات حق حريات إريتريا الأختمام شعبيات تهويتها أجل تحافظ وأهدافها أجل تحقق لازم بعد أسباب أجل تخلق على تلام اللي هي كل مجتمع إريتريا من حديث من دلنا الزماوة عسكرام حداث ودي بأرد ليه اللي حالة أجل تخلق بقى ساتم مبزحهم ولاد من آدم هويتهم بدل لحدقو انت حرف الدلوم اقلمي حدقة هويت كم قتيل نفس سبت الحسوبام سبت إلا تولاد من آدم لتفرقوا بهويتهم دين هجية وطنية وبعد اقل لحدقو دول لتقلم منهم بكل حيلتهم للعاردهم اسك آكرا روحتهم فقر لتحاربهم شرعونام سب أهداف ومؤيد الشعبية تمام هويتهم بدل حدقو انتحار حريم اللو زياد كله اتندال إريتريا لترئيت حقيقة من تهلم لورو زياد لك الآين دي زيدا وحيسا هلو يوتو قلقد بجفتو شعبية لقبا جهد وأكي أفعالتوم اللي مواديت اللي إما قابل هوية لترئيت هلم لا تدفع ولا تدفع بيكسس اتهويات كاجل تحافظ للي بالتقييم اللي تهيبهم بتأكيد من اجل حرية اريتريا لقب اهداف مقدس جبت شعبية تقبط وحفظت هوية لا تدفع والزيد الدنقوبة جبهت لباليت ولا نايت تحذب هوية بدل تطلق انتحار حريت شعبية مام بجحتام لإنسانية الألباء وبجرائم لتتفرق هويتها أجل تحدك سبتي قدرت السجادة حبل شنقون ده أسرت تنتحر الليل لأمان إلا تام كليتهم تنازيم هويتهم بهوية الشعب الأتريا عند بدلوام من انتحار دحنام من قبو سن علام أكيد ثورة 61 لتتبقس أجل أهداف مقدس بقس التام اتقبايا لكن بزحام سب مسالح سب تحابر وتا لأجل تبقست أهداف مقدس اند يتحققو من قبل شكفت كمي من ركبات يومتي حقو 61 سنة
لقى بالك بتغيير دين قدام ثورة 61 التلالي لتبهلها لا حيثما تنسيتنا ندال ما قدست مصلحته لبدلا تنازيم بالت حنتي لا تبلا رئيس لدال يزع السيور ثلاث سمت الحكم ودي بالله تامت الليلة. السلام عليكم مرحبا سني بالله استضافة سادت للعكم قلي شكرا جربا لكم فتا ومرة تحقوهاك لأن أصلك الجواب أولا تحليل مسيكم قلي شاركو لا أول سؤال قلنا أنبت هل الليلة حرب اللي قلت أنبت من حديث يعني أقول لها بعد رتعلت كفوتري ولا لا بالسؤال هل يعني لكب العلاته يعني أم إنه كليتيهم لكلي عد لكلي طرف اللي حرب اللي قلب ترومي قد روع له أو جميته من حديث الحرب اللي الآن بدأت له بالسؤال ديبو مثلا من جبهته لا لما معركة هذا كثيرة مشكلة الحرب الآن بدأت تثبت حالي يبقى جلاء علاني ده باللي تات حالات اللي وقفت لاقنار البرودام يعني حرب ابطرا من قبي نال شيء لما اقدت يكون قبي قدام اسك لحلول تركبتني لحرب من حديث قلت انبت اللي شيء طبيعي تدو اي مكان لحصلته دب دول بعد اللي يمكن حنتي وقفت لاقنارته الحاسله ملكيت يوم لابترودي وحرب دب بعد عدوثات بزح جري اكثر من 20 مره ما لجردي بعدوثات حله ثبت اللي طبيعي الأسباب وتهزت دام لنا قشة حلول قلب صح دام لما مشكلة فنقل لهم كلا طرف فنقل تقراي فنقل حكومة إثيوبيا ودبي حمد هي حلنا لنا مشاكل تبت اللي قل لأنبت طبيعي على دب اللي بزوح دفاتي الأتي منتو لأنبت أيوغ ما أنبت اللي دبلك على أي سؤال نكيشو فثبت اللي هتو لحرب لبقفة لاغ النار قلب ترد بلا الحالة الإيتوبية ذي الحالية لحالة حرب الله لتفاصيل الأتي هتوتو ديبونا قبل أزي لحقولة تقرأي اللي بلو على وهيجيا وإيتوبيا اللي بلو على وهي والحكومة إيتوبيا اللي بلو على خلافات جوهرية بديبو يعني بلا لخلافات خلافات بسيطة يكون يعني خلافات عميقة هذا فنجليتهم العالة ده بلا مشكلات اللي الأطراف لا أتد فنجيلا لحرب إلا لمزع فنجيهم دبل لحرب لحارب العلا كله أب مسلحته مزع أزي فانو تبي فانو قد لحرب أتوا لهدفهم نفس هدف حكومة أبي أحمد علاني حكومة زياس حكومة إريتريا وقد لأتي دبل لحرب برضو لهدفها ما نفس حكومتها حكومة هدف إريتريا علاني لا 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 لأهداف الحق قوة أو الأهداف اللي بتحبها الحزو علو ثبت تختلف كل أورو ها نالوا مشكلة على تقوله فثبت له كل أورو ثبت نالوا مشكلة على تقوله إلا الحرب لا أتابع لهدافه اللي حقق ثبت قدراني لوضع لحاصل على وضع مؤقت على ثبت اللي توتو الحرب لا أنبتت أزد بلا لسؤال لك هل أين أحمد نبي أحمد قميته الحرب لا دي بلا أتلا لبل دي بنفس الإجابتنا لا ولا يتنريو كفوتو هل لحبي أحمد لهل لقوا الوازيه لما اللو كدب أديه ميتو أسوك أيق اللي بتسح قدر مثل حكم مثل اللي حلول لقدموا لهل لقل تقرأي لطبيعي أزهتهم تقرأي اللي بلوا لهل وزاته الأوروبيين والأمريكان لوافقوا ديبوهم ديبو أنه سلس مطالب ده دبلا سلس مطالب حكومة أبي أحمد قلت هاجي قدرتني لا تحليلات ولا اسباب تكرر على الدعم لثلاث مطالب اللي
مطالب مشروعه يكونيني او يقبيني او تقرا الا مطالب يلبوم للبل سؤال قد تقرب بتقدره لسلس مطالب ميتن اولا اللي غرب تقراي فانو تاب تامر هالو اللي اتجه من ناطق والقايد بسودان اللي دي بحكومة اقليم تقراي حكومة الاقليمية تقراي دي بقول قبل ازي لا حكومة اثيوبيا الا بحرب الا خارطتنا الاقاليم كمس البدين بلا ساعات اندبيلت كمس الهدفي كاريتوني ثبت اللي لو قلت امن بول هليت ولا حولت ولا دستور هذا تبنيت طول اللي تأذي ولا برلمان نزل انتخ حديث لما يشيل هلا ماشي على نفس النظام بديل اللي تقرأ أيام تقرأ على الأول ولا نفس الحكومة للنظام لا تلكرر فبدل النظام اللي كل لا قاليم كم سهل يطلع اعترف به قبل وضعية قبل حقوق لا اعترف أزي لا من إلا ننسحب يقول بل معناته تقريم اختات قليم تقرأ طالب بقول هي إنه إحنا كم سلينا كم سل أي قليم دبيته بل حدودنا نحزلينا حد بحاجة نتفهم الوضع طبيعي قال يعني الوضع طبيعي هذا اللي طالبه به له لا مساعدات لحدود اللي سلتها مساعدات اللي دي وانو كم سليهم كم سلي اي قليم لقبي بالعقل اللي تقول ولا شعب سهل سائلة خدمات ازل اللي كله ثلاث مطالب اي قليم دي بتوبيا اللي مطالب الا اللي ثلاث مطالب هلا قلو حر لخلافاته كفو قبي وكفون حل كفون حل له وكفوت له كفو لتجاوزه لقدام لخطاباته كفو صحح له لبل ديبون تاجي لكن واضح له انه حكومه ابي احمد اللي مطالب اللي قلت حققه قادرتي هليتني لحلفاء معركه لاتو مسلا رؤيه بعد هليت كلهم ازيد اللي حكومه تبير انها من قبي لا لمع عصام امحرا او الحصفان ولا اللي تبهلوا مثل حكومة توبل على قولهم تنسيق ومثل حارب أبو العلو اللي أزي هلاني لأنه كل من توبل مسألة الأخبار أو مطالبة اللي بزي ولا أنه لنفانوا أسلحتهم لك رولا اللي كذا مرة طالبهم أخيرا دبل الأسبوع اللي فات لحصلة مدينة سوقطة ومدينة ولا مدن كالآي قوانين لفكروا وحذر الطوارئ حذر التجول لقى أو قوانين لفقروا من ضمن القوانين من قبل أي نفر تصريح لي لابوني سلاح ديل مسموح غلي قوانين قل سبطة قال أي تل اجتماعات ولا تجمعات من كل حكومة لا توديو كم سل مسموح يكونيني قبل فلي مباشرة قل فانو لمس الحركات قلوت ولا لم قلوت قولون دقاء وقول رسالة قولون دقاء قولون الآخر رسالتها ثانيا فانو باتجاه أربع حلو فانونا الولولا فانونا القجام فانونا القندر هلو فانونا الشوال اللهم فانو اللهم مناطق اللي فانو اللي قل توحدوا أبا قدروا من سألوا ما وقمي تتوحدون وقتل بيلوهم إحنا بيلوهم لحكومة توبي حكومة أبي أحمد قل نتوحد يحزوناني يحزيناني أبب سبت اللي بالأربع اتجاهات اندقى نحارب اللي نلقو ثالثا برضو حكومة الحكومة اللي فانو اللي دي بيتوبيسي للدرب دب داخل اسان دا توقل للدربو موافقتي هبتني وبتنزيع مثل حكومتي حسلاني لنقطة لمهمة تزال هل تنصر لك الحلفاء حكومة ارتر حكومة توبيل حلفنا لهم دبل لحارب لعلى قبل لدرجة تنسيق لعلي وعلاني بدري وقت له الحرب أنبتت وقلت دام طالبة بي اليوم أنتم اللي قبلها جرائم الحاسلة تقرأي لبي لو إحنا جرائم حاسلة دي من عند بي لو لا ترعوب ولا علو وقتل الأسباب وطرحت قميتو قيادة قلة لتحالف اندو ديكا كم سل دب يمن دب سعودي دي يمن لو هادية تلالي بشكل مشروع وبشكل مؤسسي وبشكل الدام قانون عالم قانون لما شيبو عالم كله قانون لما شيبو حلف اندو ديكا حرب تعديته من حقاته كحكومة مركزية إذا كان مثلاً اللي متقرأي تمرد وذا ولا بقوة خارجية قد تستعين قانون مشروعياً حقاته لكن دبلل قانون لتستعين بلازم أشياء هل شروط قلوا تستوفي بها لشروط ميتو لا هتا تتولي ولا حرب لساعدة مساعدتها يبدأ مسؤولية الحرب اللي تحملني انتهاكات حقوق إنسان لحسل يعني لحسل
لا تقوت لا تمثل تساعد سواء ريتريك قاعد كليك قاعد مسؤولتي يكون قانونية، لكن الوضع طبيعي ثبتي على تحالف ثبتي قاعدتو أب 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 قانون لقبي قبي أب تفاهمات لقبي ثبتي بس حووني أدد بالله مرحلة ريول هنا أنه لم سلس اللوم بدي طبعا صومال على صومال فقرة من الموضوع حكومة توبيا حكومة تريترا واللي فانو أزي كم سال ميديشن دقا أو دبلا حرب لها مرات لشاركو أزي اللي حلف اللي هلاني كل أوروبا نو أزي إثيوبيا بنت شقيلة حكومة أبي حمد وفانو حكومة تريترا مثل شقيلة تزبى لنريول هلينا سبت اللي القرار السياسي حرب قلمنا على قدر هل علي علاني اللي للسؤال أبي أحمد دبل الريو لنا قرار سياسي كامل دبديه كم سليها اللاني ولا مثل و و و و و و جزئية من اللي صراع نفسه تو مثل حكومة تغرالة وديو كسب الوقت حز على دا يعني مباشرة بشاف كتا اللي اندكرا غوين اندكرا اللي كله أو قوانين اندكرا وجراءات اندود اللي حرب لا تبطر أزي أبلي نال حكومة إثيوبيا اللي موضوع دمنا موضوع سد النهضر إنه من قبي إلى مشكلتنا إثيوبيا أزي حاليا أنه لخلاف مثل تجراي إثيوبيا دم مرحلة حديثة دم مرحلة حداثة سلميتو أمحرا وتجرينيا تجراي أب مثل قل شقو كدولة بدير من فشلومة لكن أبلا دولة اندقى أو لتحاربوا عليه أزي خارج لا دولة قال حاربنا له ثبت لي أبي أحمد هتون دخل تطيه بس حيوته ولا هتو ليه حزيوني لكن أزي قلت عامل مثل أبو حي قتلت وتنو حداث دولة إثيوبيا بحديث مرحلة تاتي اللهم كلي نال أبي سيني لتبهلوا إثيوبيا تاريخيا إثيوبيا لبنو فنجيهم فنجيتهم غندر أكسوم وحرمد بشوالة لتبهل سياسة اللي ترسمتنا إثيوبيا من شوالة انطلقت سياسة اللوم كلا لا مشهور على الوقت إذا اللوم كلا دو تحدهم مشاكل تولو ثبت اللي أي قرار سياسي لقرار سياسي أزل لنسوه لأسس نالو لعلت لبيت لبيت نوسو فالرسالة ثبت اللي مشروع سدنا هذا يكون أو مشاريع بعد أهمية يأتيني لأنه لا لكيان نفسه لبيت لبنا لتلتزم الليلة دم مشكلة عادية ثبت إلا لا مشكلة توجد تحلل عند بيك بعد حاجة تتقدم تتولى أزيد بلا سؤالنا قال نال الدسابة نال قوة ها قال دب داخل داخل الدسابة هل قوة سي قوتها اللي حرب لتأي لتحزي للي بالسؤال دي مو متسئلة من قبي لا أمحرة أزي يعني لتيارات سياسية نالوم للبلو هلوهيجيا مثل مشاكل زي نريول هلينا أنه هتوم ليه حزواني حرب أو هدف لي على قلاني قل مسلحة توم لي خدمني حرب دي بكم سلعة توتو لتريل هل وأنه هتوم معركة توم وقتل أتو دولة مركز لنا شوى مركز الدولة الأثيوبية دب بعد الدام تقعي سليت جزء من نوم لبل أنه اللي لخط طووتهم ده خط طلبة صحيوتهم جزء من نوم لبل لا لا اللي أبسود فات لحصلتا وأنه لا تقرأي له ودو وحوناته مشكلة تاتا دب اللي قوي كوي أمر حتى نهلت لكن كلهم لنتفقوا ديبوا لهم ميتوا أنه مثل حكومة إثيوبيا حكومة الدسابة حكومة أبي أحمد لحل قلوم تفاهمات لعلى قلوم لفتي فنجيهم لعلى فنجي كليتهم لتخطيط مثل لخططه كم سلي هلاني كم سلة فقرات اللي أزي كلهم لمتعلمين نالهم من قبير مثلا أبي أحمد لما تعود بسلطات اللي كله لقبل على استعدادات لقبي فقدوا يعني لمركزنا إثيوبيا توم لما سلم على إنه تقريب بنا فقرت منه لكن أزتهم حتوم كليت يوم كم سل فقروا منه لو زوم أبلا شعران بتو ده بالله زم حصل أي قوة في داخل اللي ما كان قد تملت حزه أزل أورومو
بشكل مباشر او غير مباشر قوات تمسي خمسة ليتات دبليتات وعد على حس الله هلا قل اللي حرب اللي قل استمر او على الاقل مصالحه قتري مثلا مصالحه يمكن استمرار حربي قبل لكن مصلحته انه لامحرا اكثر فقر من شواه وانه لمركز اللي نال اللي مركز الدوله الاثيوبيه اللي كل سنه اللي شقه توم تظبطه وتوم بالله وجهه دلر او لحرب تستمر لحلول لما تسوني دام لحرب ممكن تستمر البون لكن بسياسة جمل لحل بكل اتجاه تقدرت ليو هل انه حرب قد تستمر لحزه وحرب حل لما تيني حتى قبي لكن دب لا تفسير العام وقت لن ريو او وقت لن كتبه اللي حل يلبوني اللي لب هالشيء ما تزي حل يلبو سبت حل يلبوني لحرب استمرت حرب قد تستمر شقين اللي لبها لكن سبت اللي لخيوط دب اللي تات حالات دب تحدث أتيت الخابر لكن لنتيجة حنت تجبي لنتيجة حنت لسبب اللي لا وجد بميتو كمسل اللي ورع كمسل وقت لحسل إنه اللي لمركزية الدولة وقت لدبت تحدث بقص وتحدث حارب وقت له رؤية تبدى منه وقت له مصالح أنت مصلحة الدولة قلت لي وقت له يقدرني وقت له حلول حواليها لهلا لأشياء قلت مثلا تحد قل لشقية لها لقدر لأشياء لاتفقوا بلا قدروا قلوا قلت تمسي حوي قدرتنا أو مشلو قلت تتعامل حوي قدرتني أو قلوا قلوا أو دي بندة تنكب دي بندة جيسد منه حلول قلت تمسي حوي قدرتني دب اللي مرحلة تنتهي معناته أزاد بلا سؤالنا لا جيسوم أنه نتقراي هل هو توم يعني إلا مرحلة الحرب لم تسوى وهل دبلوماسية يعني قل قبل دبلوماسية وقبل حلول من حروحي سيومني ولا أنه خارجيا تدخلات هلا للبل يعني دي سؤال ما تقينا من قبي اللي لا تقرأي أزين معركة قل تو في مثل حكومة مثل لو وضع على حل زي اولا لا لواقع لبيكو خلافات لحل فنجي ابي احمد وفنجي لحلفائنا له سواء كان انا ثلاثه قبا او فانو لقبا دب الا حاله لا اي طرف وشويه ممكن تنظيمنا تقراي من بو من قبي ولا وحده الصف الداخلي اسكازي بزحلي تنكفواني وبزحلي كساتني اسكازي لحليت تقراي اللي تات اشياء قدر لاستغلو على اساس انه دب حرب عند أتا لنتيجة حرب كل يمكن قصر على وحيد مزيني لكن لوضعيتنا التفاوض وتنازلات بزوحة قلت نحق الركب من لا طرف قال أي كم سلة معركة أتي وهدف ودا لكن لهلا أزي لمخطة غريب لهلا دبلا معركة اللازي أنه لتقراي أكثر من مسؤول نالو منطقة من مدينة من مدن أمحراء سبب ناني حكومة مدينة قوبوت سبطوان دلبل اللي تقرأي احنا يزبط ناني للبل شيء ردهبو من دوبوهم قل إذاعة صوت أمريكا بيلا احنا مدينة تبقى غليمة الأمهار يزبط ناني اللي الاختلاف فنجل أمر جولت قال هاي تقدم لها لها تحرب وأزل الاختلاف للرئيميتو بدير أنه لما دلت أبطوان على أمريكان ودول غرب فقروا منه اللي مدنكم يكوني اللي بلو معلوم أزهتهم اللي تهاجوي هاللوني فأزهتهم أنا في رأيي أنه تقرأي أولا لواقع لداخلي لهلنا إثيوبيا شجعيو وثانيا لوضع الخارجي الدول الخارجية الدول الأوروبية لتحزيو لمطالب لطريقة بلا جيسو لهاللو كمسل تفاهمات لبوم مثل أنه مرحم دبل معركة الله عند أتوا أهداف هالليت معينة قلقل لحقوقه أكثر من اللي تجاوزوني سبت اللي لبلة تقراي بكل سبب يعني هلا لمعركة لا توب حنتي لوضع الداخل الإثيوبي ويمكن لوضع الداخل الإثيوبي أبلا لروها لو مشاكل فنجي أبي أحمد وحلفاؤه هتوم عند أتوا حاج من إلا من اللي وضع قل استفيدوا حقوقي قدروني أزي حقوها عندك سود المفاوضات لركبوا حلول بسيط وأكثر يعني لا 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 قوتنا أن الحكومة أبي أحمد يعني
حول موقف حكومة أبي أحمد اللي حيشته منه. ثانيا ما يعني لا 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 لا, لا واقع انسر ازل حل دبل ما انتقت دبل مفاوضات لقبل على فنجي تقراي وفنجي توبلت بهل على ميلر ان لانه في اطراف اللي تتهاجي عند الابواب اللي بيبان الديمقراط للدبلوماسيه تسجز اسوري هلاني، لكن في طرف الطرف الاريتري وطرف لا تعد معركه ازد الا معركه لا تقراها توم قال لي طرف قال لي حيدوا او قال لي الحكومة من لعنه معركه وقلوق وقلوق الفان وقال لي زبطوا الحلفاء ولو ودوا حرب ازي دب اللي مرحله برضو اللي سبب كان ايته، لانه في النهايه مثل حكومه ابي احمد بنوا مقلل تفاوضوا لشروط لكروا احسن قبي من اللي شروط هذا الحل من اللي شروط هذا الحل ودي بحالك. لكن طبعا زي وده بلا سؤال اخير ممكن نمسي انه ما حصل بعد كده الا معركه زي يعني جوله ثالثه تلبل طرف هلا وطرف هلا لسه جوله ثالثه تقن بل نقدني، لكن مناوشات تفنقل لك طرف لجر الحل بهالمقدر. لكن لحقيقتنا لو أو, او 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 الحاجه اللي ممكن يعني اورنت يعني انا في رايي ممكن الأقوى تبل إنه جولة ثالثة هاي تعبت ليك. الجولة الثالثة اللي تعبت لحليت لواقع نال الحكومة نال اللي كلا طرف فنجي أبي أحمد فنجي تقرأ لحلة لفرص إنه ندق السوق اللي تفاوضوا ده بأي وقت ممكن حصل. ده بأي وقت وقت لحصل اللي بالميتو إنه طرف يقبل بشروط الطرف الآخر. لكن لا لا لو لو لا لا عسكريا اللي حصل دب أرد إذا كانت الفالفانو مثلا اللي هم محرز الحارب ولا هلو اللي إذا كانت تجراي لما هدفهم إنه توم اللي اتجاه عند زبط أو حق وهاج اللي تفاوضوا قدروا من قبي بعد ذلك هم وحكومة أبي أحمد حيتفاوضوا على حل سياسي في داخل لتركيبه لحليتنا الإثيوبية، لكن بشروط اقوى لانه لطرف كهالايه توما زي لطرف مثل ابي حكومه ابي احمد لحارب زي فانه لقبوت وتوم لقبو يكوني وحقوها توم اي مفاوضات فنجي فانو فنجي حكومه الاثا من جانب دعم وفنجي حكومه ابي احمد هتوم قدروا عطلوا لانه لا لا لشروط لا لا لمفاتيح لهالليت دولهم اتى احسن تقبي أزل مفاوضات قال إن جحبوا لي قدراني إنه مناطق والقايت اليوم يهلاني اللي مناطق والقايت قبل يوم من قبي وهتوم حاصروا من قبي لكروت لهليت من إلا من عند النزع من عند نزع وقل صالحهم قبي وهتوم قدروا بلا كروت من حديث شروط غفرته. لكن في حاجة واحدة مهمة برضو إنه الدول الجوار أزي لا لا العزلت بحكومة الأثرية تودي لهليت اللي كله ملر إيه إنه لا تقراي لكروت لتفاوض لتفاوضوا بمصر حكومة إثيوبيا من إلا جولة لنا فرصة أكثر من لك إلا جولة لحال فمثل وحكومة إثيوبيا دبل لك لي شروط دبل لي شروط اللي لما تقولها لأولى حزوزهم اللي تفاوضوا مشكلة كمسة لباني لرئي لأنه الحكومة أزد بتسابت أتبان لها الليت قل أورومو دولة أوروم ودورة حداثنا إثيوبيا أو وجه حديثنا إثيوبيا لتبنى لها ليه اللي خلافنا شمال إثيوبيا لي لهلا مناطق اللي تقرأي أم حرائر ترى بزح إلى فرحاني بزح مشكلتي لبوني بزح مشكلة لسبب كلي يكونين ثبت لي أبراحت مفاوضات قدر تأتي لطرف مفاوضات راحت لي قدن لأتي هتو طرف على محاراته وطرف لمحر حاليا هتوسي مثل حكومة أبي أحمد لها لقلوا تفاهمات سبتي هلاني لواقع لتربيزت انت غيرت دب سالح تقرأي لتمثل من المفاوضات حال ما برضو التدخلات الأمريكية هليت وأمريكان لما انتقت اللازي خمسة اللي لها لدى مفريق اللي تحركوا لها لو مثل سومال لدو تحركات قل سين قل حاصروا لو الدول هلو أشياء بزحلها من ضمنه برضو اللي مشكلتنا اليوكرين روسيا لحليه تزد باللي تحركات بافريقيا لو ودوا حرود بسومان قاعدة عسكرية نالهم بلسو دب مساعدات دب الدول الافريقية كثيرة تهيب لهلا
لحساء لمنافسته المنطقة سنين دبهم لحد قولا علو أقبل أول لو أزي ولا منافسة بإفريقيا أزي عند يعني من 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 بمرحلة حداث آتي الثالث مرحلة مواجهات لسموها في بعض المناطق ممكن حتى مواجهات عسكرية ما بتصح لكن مواجهات عسكرية بالوكالة أنه كل طرف طرف عنده دعم قدر شقي ضد اللي أزي وقت لروسيا والصين اللي مناطق مالي تشاد اللي بوركينا فاسو نيجر قد لا تواجدوا بقوة عسكرية أفريقيا الوسطى أمريكا دول الساحل اللي هي موجودة في من غينيا غانا ساحل العاج بنين توغو اللي كل دول أزغل سالحة سبتته قال اللي دول اللي بحر يلبون اللي دول اللي روسيا وسيل اللي هليتت ومن إنسان من بحر قل اللي حاصرهم سبت اللي إلا ما إذا تلازد بقل مشاكل إلا مرحلة اللي قد تأتي يعني أو المواجهات فنجيهم إلا مرحلة آتي تثبتها الليت في أي مرحلة للمساعدات الغربية قلت قراغ اللي لتهيب بزح قل له حد ما قدر لكن أسك أزا مقل ده قدر لرؤوه لو مرت لتعادي أو حتى الدول الإقليمية أول ما ماتي أزي بدير قد كانت دعام لودي معركة الأتابة وأزل الأتابة لطريقة تختلف الطريقة تختلف بأنه حكومة أبي أحمد أزي اندقى سيت بشمس الشروط أخرى قد تتفاوت ممكن أكثر قبول من لبديل لا على يوتو ومثل الأمريكان قد تتعامل كذلك سبت التدخلات الغربية لعقبته أسكل معركة أتبت سحلري وشكراً.